مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم حلقه جديده من برنامجنا همزه وصل. زي ما تعودنا مع حضراتكم ان احنا بنختار موضوع وبنتكلم فيه وبناخد اراء المتخصصين لمزيد من المعلومات والتحليل لهذه المشكله او الظاهره او الحدث اللي موجود او يعني متواجد معانا في مصر وبيشغل بال حضراتكم. بس خلونا نبدا حلقتنا الاول من همزه وصل ونشوف. احنا دايما عندنا تكرار للشائعات بتظهر كل وقت والتاني، لكن بنحاول جاهدين ان احنا نقول لحضراتكم ان في شائعة وان في حقيقة لازم حضراتكم تبقى عارفينها عشان نقدر ان احنا نواجه ده وما يحصلش بلبلة. شائعة النهاردة اللي بنتكلم عليها واللي الحقيقة يعني طلعت بشكل كبير، شائعة خاصة بفرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون. الحقيقة وزارة المالية والكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أن الخبر ده غير صحيح، وأكدت أن الرسوم الضريبية اللي بيتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون دي رسوم مطبقة بالفعل وفقا للقانون رقم 77 لسنة 1968، لم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، وهي بواقع يعني تقريبا 2 قرش في الكيلو واط في الساعة من استهلاك الإنارة حتى 45 كيلو واط في الساعة شهريا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواحد من 10 قرش في الكيلو واط في الساعة بباقي المحافظات. وشددت على أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب. يعني زي ما احنا شايفين حضراتكم ان التأكيد كان تأكيد من جانب وزارة المالية ووزارة الكهرباء خاص بان الضرائب دي من سنة 68 وان لم يحصل ما حصلش عليها اي تعديل، وان حتى لو هيبقى فيه تعديل فده بيستدعي ان هو مش هيطلع كده يعني مباشرة، فهيبقى فيه لازم اجراءات قانونية وموافقة من مجلس النواب على تعديل القانون اللي هو رقم 77 لسنة 1968. وبالتالي دي كانت إشاعة طلعت في الفترة اللي فاتت، وأعتقد إن هي يعني مبررة بالقوانين وبالتأكيدات والمعلومات الصحيحة. خلونا نروح لموضوع حلقتنا النهاردة، بس يعني لأن الحقيقة ده كان من الموضوعات الهامة جدا واللي احنا دايما بنتكلم فيه من سنين طويلة، لأن هي دي مشكلة مصر الأساسية، مشكلة الانفجار السكاني أو الزيادة السكانية. في الفترة الأخيرة كان يعني المرة الأخيرة تحدث فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أساس أن هذه المشكلة بتلتهم أي تنمية حقيقية على الأرض، وربما هي من الأسباب المهمة اللي بتخلي المواطن ما يشعرش أن هناك أي تقدم. دي مش مشكلة مصر بس، دي مشكلة عالمية وفي دول كتيرة، لكن أهم حاجة هي إزاي الدولة بتجابه مثل هذه المشكلة، إزاي أنها بتعمل على أن تتوافق أعداد السكان الموجودة مع التنمية اللي موجودة مع الموارد الطبيعية داخل الدولة اللي بيتم استغلالها والجهود المبذولة للتنمية المستدامة. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الزيادة السكانية إحنا بنعتبرها غول بيلتهم أي تنمية وبيلتهم أي موارد، وزي ما قلت لحضراتكم ربما ده اللي بيخلي المواطن لا يشعر بمدى التحسن اللي موجود على الأرض. المواطن شريك فعال وأساسي في هذه المشكلة تحديدا، لأن هو اللي بتعول عليه وعلى وعيه وعلى ثقافته أن هو يدرك حجم المشكلة وطبيعتها ويستطيع التعامل معها. سؤالنا النهاردة في همزة وصل، كيف يكون المواطن شريكا أساسيا في مواجهة الزيادة السكانية؟ إزاي يبقى المواطن فعال أن هو يعمل ده؟ طبعا في دور للدولة هتقوم بيه من خلال حملات التوعية والتثقيف، لكن في النهاية بيتبقى الدور الأساسي والفاعل الرئيسي في هذه المشكلة هو المواطن المصري اللي لابد أن هو بيعترف أن في مشكلة. ربما دي من المشاكل اللي احنا حتى بنلمسها على المستوى الضيق داخل المنازل، لما بتزيد عدد الأطفال داخل الأسرة المصرية أعتقد أن الدخل بتاع الأب هو ده اللي بيبقى المقياس الأساسي، هو قادر يوفر احتياجات والتزامات لأفراد أسرته بالكامل. طب لو كانوا أقل مش كان اللي هيتم أو الدخل اللي موجود ده هيتوزع بشكل أكبر على الأطفال اللي موجودين بحيث أن هم يعيشوا حياة أفضل وحياة أكرم وحياة الفكرة مش في عدد الأطفال بقدر ما هي في عدد في الكم، مش الكم هي في الكيف، كيف أعددت
أطفالك، إزاي وفرت لهم حياة كريمة، إزاي وفرت لهم دخل مناسب، إزاي وفرت متطلباتهم واحتياجاتهم. بالمناسبة فكرة غلاء العيشة وارتفاع الأسعار ربما دي موجودة في العالم كله، والدنيا كلها بتتغير من سنة لسنة ومن وضع الوضع ومن بلد لبلد، ففكرة ارتفاع الأسعار ده طبيعي وأمر عادي جدا نظرا لتغير الظروف. لكن اللي ثابت والمفروض إن احنا نبقى عارفينه إن الدخل لازم يبقى على الأقل بيكفي الاحتياجات او متطلبات الاسره. الزياده السكانيه بيترتب عليها مشاكل كثيره جدا بنشوفها زي انتشار او ارتفاع معدلات الفقر، انتشار معدل الجريمه، قله الامكانيات، تعليم، الخدمات اللي بيتم تقديمها من جانب الدوله نتيجه للارتفاع زي ما احنا بنشوف التعليم، تكدس الفصول، المدارس، ان سن الالتحاق بالمدرسه بيبقى فيه مشكله، بنلاقي قوائم الانتظار، بننتقل للجانب الصحي او المنظومه الصحيه بنجد ان الخدمات المقدمه علشان الاعداد كبيره فمش تكفي المواطنين، كل ده بنشوفه نتيجة للزيادة السكانية. نزيد بقى على كده كمان ان احنا خاصة في مصر كمان احنا لدينا مشكلة في فكرة التوزيع السكاني داخل مصر، لان بقينا احنا متمركزين في منطقة واحدة، الدولة بتسعى جاهدة انها تعمل توسع عمراني علشان يستوعب الاعداد، فيبقى عندي الاعداد على الاقل متوزعه في مساحات فيبقاش عندي التكدس الموجود. زي ما قلت لحضراتكم سؤالنا النهارده في حلقه برنامجنا، كيف يكون المواطن شريكا اساسيا في مواجهه الزياده السكانيه؟ خلونا مشاهدينا الكرام متابعينا مع حضراتكم النهارده، وزي ما قلت ان احنا هذا السؤال بنطرحه ليكم وفي انتظار طبعا ارائكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وهنتابع ردود افعالكم وارائكم في هذه المشكله. الجيد جدا واللي مطمئن ان في جهود للحكومه المصريه في تنفيذ استراتيجيه للحد من الزياده السكانيه، هنتابع مع حضراتكم بس خلونا نخرج لتقرير ونرجع ليكم مره ثانيه. تعد الزيادة السكانية من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وذلك لما تمثله من خطورة على الفرد والمجتمع، حيث تقلل من نصيب المواطن من الناتج القومي وحجم المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض الواقع. وتؤدي الزيادة السكانية إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد والأجيال القادمة، وكذلك خلق أزمات في قطاعات عدة مثل المواصلات والتعليم والصحة والغذاء، كما تؤدي كذلك إلى انتشار العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية، خاصة وأنه خلال السنوات الثلاثين المقبلة من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في مصر ليصل إلى 194 مليونا. مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، لكنها أيضا مسؤولية المواطن، فلا بد أن يدرك أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكاني وفهم أبعاد القضية وأثارها على استخدام الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية للقطاع الصحي بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل على التأكيد على خطورة المشكلة السكانية وما تمثله من تحدي كبير يواجه الدولة المصرية، وشدد على أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في كافة المجالات من أجل زيادة قدرتها الاقتصادية وتحسين أحوال المواطنين، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن أحواله المعيشية إذا تناسب معدل النمو السكاني مع القدرات الاقتصادية. وأضاف الرئيس السيسي أن عدم ضبط الزيادة السكانية لتتناسب مع الإنفاق سيؤدي إلى استمرار شعور المواطن بعدم تحسن أحواله المعيشية، مما سيؤثر على كافة القطاعات بشكل سلبي ولن يجد المواطن ما يتمناه. التعامل مع هذه القضية يتطلب التحرك على مسارات عدة، فالمفكرون والمثقفون والكتاب والسياسيون والإعلام يجب عليهم العمل من أجل توعية المواطنين بخطورة المشكلة السكانية والتي ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر، كما أن تغيير الثقافة وما ترسخ في عقول البعض من قناعات خاطئة وعادات وتقاليد ومفاهيم مغلوطة خطوة أساسية لا غنى عنها لعلاج تلك المعضلة. ويتطلب العلاج في الوقت نفسه تفعيل استراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بمدى هذه الخطورة.
رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، واستكمالا لبرنامجنا النهاردة حلقة وصل بنتكلم فيها عن الزيادة السكانية وكيف بتلتهم أي تنمية حقيقية على الأرض. الحكومة المصرية لديها استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة أو هذه المشكلة، لديها استراتيجية للارتقاء بحياة المواطن. معنا عبر الهاتف دكتور هشام مخلوف، أستاذ السكان بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للإحصاء. برحب بحضرتك معنا يا دكتور هشام. أهلا بحضرتك دكتور هشام. ربما الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن مسألة الانفجار السكاني أو الزيادة السكانية، وذكر أن احنا كنا في 1803.4 مليون نسمة بيعيشوا على نفس الأرض وبنفس الموارد. النهاردة احنا في 2021 وصلنا ل 100 مليون على نفس المساحة وبنفس الموارد. كيف ترى هذه المشكلة والوصول لحل؟ طبعا احنا مش بقينا في مشكلة، احنا بقينا في أزمة، والأزمة طبعا زي ما هو معروف أصعب من المشكلة. فبالتالي كل الكلام اللي قاله الرئيس طبعا كلام سليم وحقيقي، وبيستلزم فعلا ان كل شخص في الدولة، مش بس الحكومة ولكن كل فرد مسؤول عن هذه الزيادة المضطردة، اللي واضح ان احنا احتلنا هذه المشكلة منذ التسعينات من القرن الماضي. احنا كلنا ماشيين في معدلات مناسبة، ولكن حصل كده يعني زي ما نقول غيبة، وبالتالي العملية تطورت التطورات اللي احنا وصلنا لما يزيد عن 100 مليون. في أي فترة من الفترات دكتور هشام يعني استطعنا ان احنا نخفض في معدلات الانجاب في مصر؟ يعني في التسعينات من القرن الماضي طبعا، وكان ساعتها حتى عقد في مصر مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، وكنا فعلا معدلات ابتدت تنخفض. كان متوسط ما تنجبه السيدة كان في خلال حياتها الإنجابية كان خمس مواليد، وإذا انخفض وبقينا حوالي أقل من ثلاثة خلال هذه الفترة. ثلاث مواليد يعني طوال فترة الحياة الإنجابية للسيدة، ولكن حصلت يعني تناسينا كلنا، مش بس احنا ولكن برضو الحكومة حصل فيها يعني زي مش عاوز اقول اهمال، وخاصة في التوعية على مستوى الدولة وعلى مستوى الأسرة. وبرضو ما ننساش الفترة بتاعة رجوع بعض المصريين من الدول الخليجية خلال فترة. صحيح دكتور هشام. دكتور هشام ابقى معنا دكتور هشام مخلوف، ومعنا عبر الهاتف دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. برحب بحضرتك معنا يا دكتور عمرو. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. المخاطر الاقتصادية، يعني احنا ربما يعني احنا نعلم جيدا ان هناك مخاطر اقتصادية للزيادة السكانية اذا حدثت في اي بلد من بلدان العالم، لكن خلينا نتحدث ان لو استمرت معدلات الزيادة السكانية بهذا المعدل الان في مصر، ما سنواجهه من مخاطر اقتصادية في هذه المرحلة؟ يعني في الحقيقة ببساطة معدل النمو السكاني هو بياكل من معدل النمو الاقتصادي. يعني لو احنا عملنا معدل نمو اقتصادي 6% وعندنا معدل النمو السكاني 2%، فاحنا في الاجل القصير كده بقينا 4% بس مش 6%، وبالتالي دي اول خسارة مباشرة من النمو الاقتصادي. لان ببساطة الناتج او الدخل القومي بقى بيتقسم على عدد اكبر، وبالتالي نصيب الفرد من الدخل ده بيقل، فمستوى الرفاهيه بيقل. زي ما يكون عندنا اسره لو دخلها زاد من 1000 جنيه ل 2000 جنيه بس عددها بقى الضعف، ففي النهايه كان ما حصلش حاجه، بل بالعكس كمان لو العدد اكبر يمكن مستوى الرفاهيه يقل. الحاجه الثانيه ان جهود التنميه بقى الحقيقيه
الحقيقيه، واحنا بنتكلم على بنيه اساسيه، طرق، مدارس، مستشفيات، نقاط شرطه، كل ده مياه نظيفه، ترع، مصارف، كل ده هيتاثر سلبا بالزياده السكانيه. انما هو في الحقيقه احنا كمان لازم نبقى فاهمين ان قضيه السكان رغم ان فيها عوامل ديموغرافيه كثيره جدا ومهمه وعوامل اجتماعيه، انما يبقى من وجهه نظري الاسباب الاقتصاديه هي الاهم في قرار الانجاب. لان ببساطه طول ما قرار الانجاب التكلفه بتاعته للطبقات محدوده الدخل قليله جدا 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 والعائد منه كبير، هيظل رغم الاعلام ورغم التوعيه ورغم التنبيه بمخاطر القرار ده، هيفضل معدلات الانجاب عند الطبقات الاكثر فقرا اعلى، في حين ان هنلاقي كل ما بيزيد مستوى التعليم، كل ما بيزيد المستوى الثقافي والاجتماعي، كل ما بيقل معدلات الانجاب نتيجه لارتفاع تكلفه التعليم والصحه والرعايه اللي بتتم للطفل الجديد ده. وبالتالي واجب على الدوله وهي بتصمم سياسات لتخفيض معدلات السكان، مش بس يبقى فيها شق توعوي بان احنا نحذر المواطنين من المخاطر القوميه للزياده السكانيه، انما لا، احنا محتاجين ننقل لمجموعه من الحوافز الايجابيه والحوافز السلبيه اللي بتقدم للاسر وفقا للالتزام بمعدلات منخفضه للانجاب. وكثير من الدول طبقت السياسات دي، انما في الحقيقه طول ما الاقتصاد فيه قطاع غير رسمي، طول ما في عماله الاطفال والتوك توك متاح والعمل في الورش متاح والعمل لصغار السن موجود، فهيفضل قرار الانجاب او الاطفال دول بالنسبه للاسر محدود دخلهم مصدر للدخل. دكتور عمرو، حضرتك بتتحدث ان الاقتصاد الموازي هو احد الاسباب اللي ممكن انها تكون سبب ايضا في مساله كثره الانجاب، يعني لان ممكن يبقى في فرص عمل موجوده في المجتمع ما هياش يعني تحت مرأة ومسمع، وبالتالي فهذه الفرص ممكن انها تبقى متاحه وتبقى يعني حافز سلبي طبعا لمساله زياده الانجاب. دكتور عمرو ابقى معنا، وعوده مره اخرى لدكتور هشام مخلوف استاذ السكان بجامعه القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للإحصاء. دكتور هشام، دعني أتحدث إحصائيا، متى يمكن القول أن مصر استطاعت أن هي تحد من الزيادة السكانية، يعني أو نقترب من معدل إنجاب آمن؟ المعدل الإنجابي بقى قد إيه دكتور هشام؟ طبعا احنا الحاجة المثالية أن كل ما اثنين أو كل زوجين ينجبوا اثنين، ففي هذه الحالة يبقى احنا بنعوض نفسنا على ممر التاريخ. انما اذا زدنا عن اثنين واحنا دلوقتي حوالي ثلاثة وشوية او ثلاثة وواحد، هيبقى في مولود زيادة على ممر لكل اسرة. فاذا وصلنا، طبعا مش هنقدر نوصل لاثنين بسهولة، ولكن كل ما ينخفض متوسط انجاب الاسره عن اثنين كل ما نكون حققنا نجاح. وطبعا ده عاوز مجهود كبير مش بس من الحكومه، ولكن دي مسؤوليه كل اسره. زي ما بنقول كنا في شعار كنا بنتكلم فيه. دكتور هشام، منحنى الانخفاض يعني كتصور احصائي للاعداد، من الممكن ان ينخفض يعني في زمن قد ايه؟ يعني ممكن بعد كام سنه، او مطلوب ان احنا لو هنحط اهداف ممكن نقول ان احنا بعد كام سنه نوصل للمعدل ده، بعد كده يبدا يقل مره اخرى احصائيا؟ ده كله بيتوقف على مجهودنا في كبح النمو السكاني، وزي ما بقول مش على مستوى الدولة ولكن على مستوى الأسرة. فدايما احنا بنعمل ثلاث تقديرات لعدد السكان المستقبلي، تقدير متفائل وتقدير متشائم
وتقدير متوسط. الرقم اللي سيادتك قلتيه بتاع 190 دي، لا ده مبالغ فيه جدا جدا جدا، ولكن احنا نقدر نحصل اذا ما استمر جهود وجهود يعني مسؤوله وجهود واعيه من الدوله ومن الجمعيات الاهليه ومن القطاع الخاص ومن الاسره، فممكن ان احنا نصل لحد الامان يمكن خلال 30 40 سنه. طيب دكتور هشام، بس امتى؟ لما نكون جادين في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بكل دقه، مش مجرد ان احنا نسيبها كده هبهدله ونقول هنصل لحد الامان. دكتور هشام مخلوف، استاذ السكان بجامعه القاهره ورئيس الجمعيه المصريه للاحصاء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. عوده مره اخرى للدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. ربما المشكله السكانيه قد يراها البعض يعني زي ما كنا بنتحدث قبل كده عن فكره ان وجود فرص عمل باقتصاد موازي ربما تكون حافز سلبي لزياده الانجاب، لكن احنا كمان بنتحدث عن فكره اقتصاديا ان احنا لدينا مشكله في دخل الاسر واعداد الأطفال بيبقى أكبر، فبتبقى الإنفاق أصعب. يعني الحقيقة المسألة ليها وجهين، كيفية التعامل علميا واقتصاديا مع هذه المشكلة وإقناع الأباء والأمهات بهذه الفكرة يا دكتور. طيب هو لا لا لو حضرتك تسمح لي، هي الفكرة إن قرار الإنجاب للأسر منخفضة الدخل اللي بتقرر إنها أبنائها يتسربوا من التعليم، اللي بتقرر ان ابنائها هيعملوا في عمالة مبكرة، اللي بتقرر ان مش هتقدم للولاد دول حجم الرعاية التعليمية او الصحية او حتى المستوى المعيشي الجيد، فاقتصاديا على مستوى الاسرة بيكون القرار ليهم هي الافضل زيادة الانجاب، لان هو قرار الانجاب فيه جزئين، في مصاريف بتتصرف نتيجة للطفل الجديد ده في تعليم وصحة ولبس واكل وغيره، وفي عائد بيجي منه. اذا اذا التكلفة دي قليلة قوي وقريبة من الطفل وبتمتد لبضعة سنوات 5 6 سنين، وبعدها بيبدأ يبقى الطفل ده أو الطفلة دي هي مصدر للدخل لهذه الأسرة، لن يتوقف قرار الإنجاب أيًا كانت الحملات التوعوية اللي موجودة. هنا كيف نستطيع ضبط المشهد؟ يعني ما تراه الدولة خطرًا اقتصاديًا يراه المواطن منفعة اقتصادية. تفعيل قانون حماية الطفل وإن التعليم الأساسي يظل إجباري ويكون شرط للحصول على الدعم هو امر في غايه الاهميه جدا، لان حل المشكله من جذورها هو تحويل قرار الانجاب الى قرار العائد منه عائد من الناحيه الماليه طبعا منخفض وتكلفته مرتفعه، ساعتها هتقل، وده اللي بيفسر اللغز يعني بفهم المواطن البسيط ان الغني هيخلف كتير والفقير هيخلف قليل. صحيح. انما لما نيجي نبص لواقع الامر اللي بنقول عليه لغز الزياده السكانيه، ان الاسر الاكثر فقرا هي الاكثر في معدلات الانجاب. صحيح. بينما الاسر المتوسطه ومرتفعه الدخل التكلفه مرتفعه جدا عشان يقدر الولد ده يدخل مدرسه كويسه. صحيح. ويلبس وهكذا. صحيح. عشان كده قيام الدوله ب حوكمة وضبط سوق العمل بمنع عمالة الأطفال وتجريم ده بشكل واضح جدا، ده يقضي على سبب الإنجاب بكثرة في الطبقات الأكثر احتياجا. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا يا فندم. مشاهدينا الكرام، إذا ربما هذه هي الحلقة الفاصلة أو النقطة الحاسمة ما بين رؤية المواطنين لكثرة الإنجاب خاصة من محدودي الدخل، أن هذا يعتبر يعني جانب اقتصادي ومورد رزق للأسرة، على عكس ما تراه الدولة المصرية أن هذا هو عبء
على المواطن اللي هم الأسرة نفسها وعلى الدولة في تحمل تقديم خدمات للمواطنين. خلونا يعني نتابع مع حضراتكم أراءكم عبر صفحة برنامج همزة وصلة على الفيسبوك. وصلنا العديد من الأراء. أبو علي: للأسف الزيادة السكانية أزمة لا يمكن التحكم فيها، فالأمر متروك لوعي المواطن، لا نشكك في ذلك، ثم لظروف دخله المعيشي، لأن هناك عادات موروثة من مئات السنين. فالأولى نجحت منظومة تنظيم الأسرة، الأول نجحت منظومة تنظيم الأسرة، لكن للأسف هذا الأمر يحتاج لدراسة جيدة لكي تنظم هذه المسألة. في النهاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هلا فارس: بتكمن أزمة الزيادة السكانية في أنها تلتهم كل جهود التنمية والنهوض الاقتصادي اللي بتعكف الدولة على تحقيقه. المواطن هو أساس الزيادة السكانية وليس شريكا فقط، المواطن عليه أن يكون لديه الوعي الكافي والتفكير في تحديات الإنجاب في هذا الوقت، خاصة وأن بناء إنسان ليكون مواطنا نافعا ليس بالأمر السهل، يتطلب الأمر جهد وطاقة ووقت وتعليم وتربية وشعور بالمسؤولية. من الممكن تحويل المحنة السكانية إلى منحة بتنمية الكوادر البشرية علميا وعمليا وصحيا للنهوض بالصناعة والزراعة والمجالات المختلفة، ولكن هذا الأمر بيتطلب مجهودا مزدوجا من الدولة والمواطن. أكرم حمودة بيتحدث عن أن الوعي والإدراك لحجم المشكلة وما يترتب عليها عشوائية مقيتة حتى في الإنجاب على كافة المستويات، للإعلام الدور الأكبر في التوعية وعلاج الموروثات الخاطئة. ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، والشكر موصول لأسرة همزة وصل. محمد عشري: الفقراء فقراء العلم والتوعية، رسالة للمثقفين، التوجه للفقراء والطبقة الفقيرة للتوعية بتنظيم الأسرة وتوعية الأباء بالنشء وتعليم الأبناء منذ الصغر. الابن المتعلم المثقف الواعي هو خير من عدة أبناء غير متعلمين. وفي الغمري بيتحدث عن لابد من تحفيز على تنظيم الأسرة، مثال منحة شهرية على بطاقات التموين بمبلغ معين للأسرة اللي بيزيد عدد التي لا يزيد عدد أفرادها عن 3 أو 4 أفراد، مع توفير وسائل تنظيم الحمل مجانا زي مثلا تخفيض تذاكر المواصلات العامة بنسبة معينة. الحوافز دائما هي من تشجع على الالتزام. ربما الحوافز اللي احنا بنتكلم عنها هي يعني أو اللي بيطالب بيها هي مرهونة أيضا بوعي المواطن. نهاد عبد الفتاح: السلام عليكم. بفرض أن كل أب ملزم بإيداع مبلغ 50 جنيه لكل طفل من أبناء الأسرة كل شهر بحد أدنى وحد أقصى 500 جنيه حتى سن 20 سنة ويستردها، ولكن دون فوائد، مع العلم أن فوائد تلك المبالغ من حق الدولة، فهل سيكون الإنجاب بهذه العشوائية؟ لا أظن أن أي أسرة ستنجب أكثر من طفل واحد، لأن الأب سيتعلم أن يوازن بين إنفاقه وما ينجب أو من ينجب، كما أن الدولة ستجد من فوائد تلك المبالغ موارد لإنشاء إسكان أو توفير خدمات. نهاد عبد الفتاح: السلام عليكم. لن يكون المواطن شريك في مواجهة الزيادة السكانية إذ لم يعاني من ما تعاني به الدولة من عجز في الموارد، والفرق بين المواطن والدولة أن المواطن لا يشعر بالعجز إلا بعد وقوع المشكلة بزيادة عدد أفراد أسرته عن إمكانياته النفسية والمادية والصحية، مما يؤدي إلى تحول حياته لسلسلة من المشكلات. الدولة بتقوم دائما بالبحث والتخطيط لمستقبل أبنائها، بتشعر بحجم المشكلة السكانية قبل وقوعها أو بتتوقع ما سوف تعانيه من نقص في الخدمات وارتفاع في الأسعار. حتى تصل الدولة والمواطن لنقطة اتصال، لابد أن يتعلم المواطن ضرورة أن يخطط لحياته لما يستطيع القيام به لأبنائه، وتستطيع الدولة أنها تقوم يعني بدورها أكثر من خلال توعية المواطنين. معنا عبر الهاتف دكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية. برحب بحضرتك يا دكتورة سوسن. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. دائما ما نتحدث أن احنا لدينا موروثات داخل المجتمع المصري ربما هي اللي بتشجع على زيادة الإنجاب، أمثال عارفينها، معتقدات بنشوفها. الغريب في هذه المرحلة يا دكتورة سوسن، ومعرفش حضرتك هتتفقي أو تختلفي مع هذا الرأي، إن ليست الطبقات يعني الأكثر احتياجا هي التي تقدم على زيادة الإنجاب الآن، ربما رأينا هذه المشاهد في الطبقات المتوسطة والتعليم العالي، يعني هذه النظرة أصبحت موجودة، تفسير حضرتك إيه؟ شوفي يا فندم، انت يعني لازم نتفق على انه المشروع الثقافي واجب في هذه الحاله وفي هذه الظروف. مشروع ثقافي بمعنى اعداد وتاهيل المواطن للمشاركه في حل الظاهره
وفي نفس الوقت تحجيم الزيادة السكانية بالشكل اللي يبقى فيه وعي وإدراك اللي إحنا رايحين فين. يعني المفروض تبتدي من قبل الزواج، يعني في فترة ما قبل الزواج، يعني نبتدي مع النشأة تنشأة اجتماعية فيها إدراك لتوابع الزيادة السكانية وأخطارها، فضلا عن أني أنا يبقى عندي فرد واحد قوي أفضل من أن يبقى عندي أسرة مليئة بالأطفال ولكنهم لا تعليم ولا صحة ولا تربية. فإذا دي عايزة مشروع ثقافي تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة، تعليم وإعلام وثقافة والمؤسسة الدينية. إحنا عندنا ميل للمؤسسة الدينية، إن إحنا عندنا يعني ميل للدين واضح جدا واقتناع. اللي ما خدش قسط وافي من التعليم ممكن التأثير القيم الدينية يبقى هو ده الأفضل أو الأقرب. فإذا إحنا محتاجين يعني الكل يعمل في مجاله ويؤكد على يعني المعاني، بحيث يبقى في برنامج كل من زاويته يؤكد على البرنامج طول الوقت، بحيث يخلق مناخ يعني يصل بينا الى انه يبقى في حسم من المساله من جانب الرجل ومن جانب المراه. نعم. حضرتك اتكلمتي برضو على الموروث الثقافي. احنا الموروث الثقافي ده يعني ان احنا محتاجين لتجديد ثقافي طول الوقت علشان ننهض بافكارنا وسلوكياتنا. فاذا المساله مش سهله مجرد ان احنا نطلع نقول كلمه او مشهد او يعني سطل فيه توعيه. يعني ده عايز شغل حقيقي من الجهات الرسميه ومن المجتمع المدني برضه. صحيح يعني صحيح. دكتور سوسن ابقي معنا، ومعنا عبر الهاتف دكتور صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنميه جامعه الفيوم. برحب بحضرتك معنا يا دكتور صلاح. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء الخير دكتور صلاح. كنت اتحدث مع ضيفتي الكريمه دكتوره سوسن عن ان نظره زياده الانجاب ربما لم تعد مرتبطه فقط بالطبقات الاكثر احتياجا او حتى الاقل حصولا على قسط من التعليم، ربما هذا الامر تطور لكثير من الاسر على مختلف محافظات مصر، ربما عوده مره اخرى زي ما قلت للموروث الثقافي والاجتماعي اللي موجود. كيف يمكن أن يكون الحد من هذه الزيادة السكانية والوصول للناس يساهم في التطور الاجتماعي داخل المجتمع؟ نعم يا فندم، هو طبعا أتفق تماما مع كل الكلام الذي قيل بأن مشكلة الزيادة السكانية هي قضية ثقافية بالأساس، ولا كمان دوافع دينية أو هناك غطاء ديني لهذه الظاهرة الثقافية. البعد الاقتصادي والاجتماعي ربما يأتي في المرحلة الثالثة أو في المرتبة الثالثة من هذه الظاهرة، ولكن هي ظاهرة ثقافية بالأساس، والدين بيلعب دور كبير جدا، أو التفسير المرتبط بالثقافة الدينية له دور كبير جدا في تعزيز هذه الظاهرة، وخاصة في المجتمعات الفقيرة أو المجتمعات الأقل ثقافة أو متوسطة الثقافة على وجه التحديد. وبالتالي العمل على عقلية أو المنتاليتي أو ثقافة هؤلاء الناس ربما يأتي بنتائج إيجابية بغض النظر عن البعد الاجتماعي والاقتصادي. البعد الاجتماعي والاقتصادي مهم جدا، ولكن يسبقه العمل الثقافي من خلال كافة مؤسسات الدولة، مش مؤسسة بعينها، مش وزارة الصحة مثلا زي ما كان زمان، كانت مسؤولة هي المسؤول الأول عن هذه الظاهرة، ولكن هناك مؤسسات أخرى، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف وتلعب دور كبير جدا، وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة أن هناك تضارب ما بين الآراء الدينية فيما يتعلق بتجريم هذه الظاهرة أو تحريم هذه الظاهرة. ده أحدث نوع من البلبلة لدى متوسطي الثقافة، وأدى إلى تضخم هذه الظاهرة وخاصة في المجتمعات الفقيرة. نعم. ربما العوض المادي مهم جدا وله يعني دور كبير، فإحنا بنشتغل على كافة هذه الجوانب، البعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الاقتصادي أو التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة أو محدودة الدخل، مع تغيير اتجاهاتها نحو مسألة الإنجاب، وأنه لم تعد الإنجاب هي ظاهرة اجتماعية أو تمثل العزوة بقى وتساعد الأسرة في تنمية الدخل، لأن
كلفه التسريب زياده عدد الاطفال ربما اكبر بكثير جدا من كلفه تعليمهم، واكثر بيأثر على التعليم ويؤثر على الرعايه الصحيه ويؤثر على المرافق العامه للدوله والزحف الكبير ناحيه المناطق العمرانيه والارض الخصبه. نعم. زي ما شفنا طبعا المخالفات في الاسكان وغيره. نعم دكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية جامعة الفيوم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم. عودة مرة أخرى للدكتور سوسن. دكتور سوسن، يعني نحن نحتاج الآن إلى تصحيح بعض التصورات والمفاهيم الخاطئة، وعلشان نصحح تصور خاطئ لابد من المرور بمراحل لتصحيح هذا المفهوم وإحلال مفهوم جديد صحيح محل هذا التصور أو المفهوم. من وجهة نظر حضرتك أهم المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح الآن لدى المواطن المصري على أرض الواقع من وجهة النظر أو العلم النفس وعلم الاجتماع؟ والله أهم حاجة يجب أن تصل لجميع مواطني مصر أنه إحنا مجتمع مستهدف، وأن لازم نكون على هبة الاستعداد وعندنا أسباب القوة، وأسباب القوة تعني أنه يبقى أنت عندك اكتفاء ذاتي اقتصاديا واجتماعيا، يبقى عندك طفل قوي احسن من 5 ضعفاء، لانه احنا حضرتك مع حروب الجيل الرابع بيبقى في دول مستهدفه بعينها بتبقى عندها دراسات وافيه لامكانيه الصد ويعني قوه التحمل للمجتمع. اذا كان فعلا عنده عمود فقري قوي، اسره قويه، ده بيخليه طبعا مهما بيحصل بيبقى المواطن قادر على ان هو يحمي نفسه ويحمي مجتمعه. فمهم جدا جدا الاعداد والتأهيل والفهم الجيد لما يدور حولنا، وفي نفس الوقت كل واحد يقوم بواجبه، لان ما بقاش في فرصة للتراخي، ولا لاننا في عصر الحروب العقول، ولازم كل واحد يهتم بتثقيف نفسه وتنمية ذاته. نعم دكتور سوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم. إذا مشاهدينا الكرام، فالزيادة السكانية هي مشكلة بتواجه مصر الآن، بتلتهم أي تنمية حقيقية حتى لا يستطيع المواطن أن يشعر بمدى التحسن اللي موجود على أرض الواقع، على الرغم من وجود استثمارات، على الرغم من وجود تنمية حقيقية داخل المجتمع، إصلاح في كافة الجهات، بنية تحتية سليمة بيتم تأسيسها الآن، ربما المواطن لا يشعر بذلك لأن أعداد الزيادة السكانية لا تتناسب مع حجم الموارد الموجود وحجم التطور. المشكلة بتنتج عندما يحدث تغير في جانب ما دون حدوث تغيير في جوانب أخرى، وهذا هو ما حدث على الأرض اليوم. ربما هناك الكثير من الإجراءات والتحسين والإصلاح لحال المواطن المصري، لكن ما زالت لدينا المشكلة السكانية التي تلتهم أي إصلاح. يتبقى الآن أن يكون لدى المواطن المصري وعي. إحنا نجحنا في التسعينات إن إحنا نحقق طفرة في مسألة انخفاض الزيادة السكانية، واستطعنا ان احنا تغيير الواقع. الان احنا محتاجين تكاتف لكل الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية، وايضا تكاتف المواطن المصري، مزيد من الوعي ان احنا لدينا تحديات اقتصادية على المستوى الاسري وعلى مستوى الدولة تستطيع او يعني تستوجب ان احنا نتوقف الان للحظة للتفكير حتى نعلم بكرة ان شاء الله هيبقى في ايه. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت حلقتنا النهارده من همزه وسط. بكره اسره جديده وحلقه جديده مع حضراتكم من خلال شاشه النيل للاخبار. بشكر حضراتكم جدا، شكرا لكم والى اللقاء.